هاد نوض مع هاد الوقيتة باين مقيد في الماراثون ولا يا ودي نوض وقيل سمعت مبارك يقولوا عتقني نوض ومبارك خليه تطلع الشمس هو ديما تيقول لك عتقني هذاك النهار مشيت بيت نعتقو لقيتو مخلوع من الفار مسعود مسعود عتقوني عمي انت ولدي كيقول عتقني عتقني اخويا عتقني يا وعديك ما شفرز لوح نوضه شفرز هنيا فين الزروطه هيا هذا لا ملي كاين هاديك إيه؟ انت ضربي وانا نبدا نغوم ويلا حي ما طلعت قوني ام سعود عتق اختك راه غادي تموت راه شاده مريم وليده شدها الشفر اختي شدها لا هنيا انت ضربي وانا نبدا نقمش يلا حنرفع فينا هو الشفر فينا هو دخل دخل نمشي يفوت فيك شي دقه دخل يا خو دخل يفوت فيك شي دقه سير سير هيا قال لك سير كان لي الشفار سير سير كلمه يا الشفار اش من الشفار يا ولدي الشفار اللي شاد مريم راه ماشي الشفار اللي شاد راه شاد الوجع راه وقيله غادي تولد صافي يا ولدي طرجليت غير قالت اح واش علات فيك العافيه وخلعني انا اسيدي انا راه 3 ايام وانا شادني بيك الوجع وباك ما تخلع هاد الخلعه صافي فيك الوليده صافي دابا زربي تخي انت وصفيت راه غادي تولد صافي لا غادي نمشي نشوف اختي مريم مسكينه يا ودي اجي انت سير جيب لي الجلاب تبان لي لبس يلا سير تقابل مرتك راني تابعك يلا اجي لهنا اجي شنو اش من جلابه بيتي الصفراء الحمراء القهويه لك علاش من جلابه يا ودي واش حنا فوق التلوان سير لحتى تاع على يدك جيبها يلا سير اجي انت هاك دخل هاتي البلاصه قلبي غادي تكلي بالخلعه وتعطلو بزاف يا وانا ما وليتي كيصايبو الكيكه راه كيولدو مريم ان شاء الله وزيرنا ما يكون غير الخير انا بزاف يا ويده بزاف بنقص من هاد الولاد اللي غادي تكتو لك قلق ما يجيو الله اختو وحده اللي بقات عندي في هاد الدنيا اشتقت لهاد الحس يا ودي انت اللي قطع الحس راك صدعتينا ودوختيني بسر وجهك الله من على هاد الحاله تبت وقعد النر هو الاول ولا هني راه راه هي الصغيره اللي بقات عندها في العائله ايوا متشرفين بخوها الكبير ربي والله هذا كيبكي لا لا ما تنبكي شيء هاجيك راه غير الفرحه ديال الولاده ان شاء الله بغيت نولي خال مسكين كاع ما فرحت انا اللي وليت جدات كنت نهضر مع هذا قول لي لهنيا دابا هاد الولاده واش عاديه ولا سرجاجان ولا بتكون بالفتيح واش ترجاجه الناس هي زعما داكشي ديال سي زاريان سي هذيك واش غادي تسكت شي شويه حيت انا مخلوع كتزيد تكمل عليا هاد الهضره ديال سي زاريان ما تجبدهاش قدام مريم صافي صافي بدلوا هاد الهضره وكل في علمكم ان شاء الله رانا اللي غادي نسمي هاد التربيه واش وقت هاد الهضره امي ايه هادي هي الوقيته فاش كيهضروا الناس على التسميه ديال التربيه واجي وبنت لكم انا ما عجبتكمش راه انا راه اختي هذيك اللي بغات تولد وانا اللي غادي نسمي هذيك التربيه صاحب الله كيبان لكم انا ولد الكونسيرج راه كتهضروا على مرتي وعلى ولدي ازيد راه مريم هي اللي غادي تسمي ولدها ولا بنتها ايه ايوا الله يجازيك بخير اوليدي هكا يكونوا الاولاد ولا بلاش دابا انا ولات عندي الكلمه والو في هذه العائله ياك الله يعاونك مع مرتك لا هنيا صافي صافي حسام انا كنقول الحق لا هنيا شتي جدتي هي ان شاء الله غادي تسمي السلام عليكم اسيدي عبد الله مبارك ومسعود كلشي داز مزيان
واش شنو ولدات؟ دنيا اجي تفضل معايا باش نعطيك باش تلبس وتدخل تشوفها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على سلامتنا. دنيا لهنيا اش بغيتي تسميوها؟ هادي ساعة من ساعات الله لا فيها نبي رسول الله ومريم فعال الله ومريم فعال الله ومريم فعال جدا. اش كديروا في الدجاج ديال النفيسات؟ ومريم فعال جدا ومريم واجدة واجدة ويلي ماكش كاين. اش كديروا في الدجاج ديال النفيسات؟ اه حيدي داكشي في ودنك باش تسمعيني. الدجاج ديال النفيسه كيكون لاله فيها القزبر والبصله وعود القرفه كتسمع ومعلقه ديال السمن والابزار والزعفران. غتكون ولدات دابا نروح نحرفين هذوك اللي داوها سقسيهم. عوينتي الو عوينتي كيف بقات اختي مريم؟ صافي ولدات. واش ولدات؟ بنيته تبارك مسعود. والحمد لله على سلامتها. اييه صافي عوينتي غيكوني هاني انا غادي نوجد كل شيء ونخلطو عليكم. يلا الله يهنيكم. ما صغرتي باش يسمعوا الجيران بلي عشتنا ولدات. صافي نوضي صغار يلا قولوا. اجي اجي راه مريم ولدات. اجي تاكل معنا الدجاج ديال الفيشة ولي غير شد يا شد شد راه عندك عطلة. صافي ماما تسقي راسك اخالتي راه جدة وزين جايبين كلشي. واخا وليدي السيدات ما كاين. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بسعود الوالده. قولي اش بغيتي تسميو؟ ايوا نسولو مريم اش غتسميه؟ ومازال ما عرفتش الساعه تنخرج من هنا ويحلق. ايوا انت اش غديري؟ غير تهني السميه يا عندي انا ولا عليك. لا 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 انا غنسميها على امي الله يرحمها الحاجه. ايوا الله يهديك انت سميتي مبارك خليني نسمي انا بنت ولدي. ايوا مالك ما مبارك ما عجبك شي؟ انا ما درتي عندي لكم واحد السميه الا سمعتوها غتعجبكم كاملين. بحالاش عندك؟ لا شوف شوف اخلع حتى من بعد عرفتي ما يجيكم مليح. اه خويا مسعود جيك البنيطه خلينا ندوز. لا لا راه لي غادي تدخلوا فحالكم للدار وهذا الموضوع غادي ندفعوا فيه من بعد. انا كيبان لي ما غنسميهاش كاع. انا فرحان عندي في دارنا صافي كلها وهمه. ايوا ربي انتي وقري وكبري وفي الاخر تجي وحده اخرى وتديه لك. صافي عوينتي ما ديريش في خاطرك ماشي مشكله لما سميتيش راه الولاده الاولى ليهم هادي. واخا الاولى ليهم هادي حتى انا راني امه وخصو يدير ليا الخاطر وخليني نسمي ليه البنت اشنو فيها. عوينتي انتي دابا خاصك تفرحي راك وليتي جده. شو تخرجي ليا العقل؟ انا تنقول لك امه هي امه خصو يحشم ويخليني نسمي ليه البنيه. هاديك عوينتي انا راه سمتني على جارتنا. ربي سكتي ولا غتسمعي مني شي كلمه ما غتعجبك شي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليك السلام خويا مبارك هو جاي وجايب معاه البنيه بنت اختي مريم الله يصلحها. ما كتقول انت فرحان بحال شتي الهلال ديال العيد. ولا لا هي ماشي الهلال ديال العيد هذا تبارك الله الدار تولي عندنا عامره بالبراج وانت انت غادي يعجبك الحال دابا تشوفي. انا العيد عندي هو يحشم ولدي وخلاني نسمي ليه البنت. ولا هني الله يهديك
كاع ما خلوني انا اللي خلاني نسميه. ولا لا ياك بنتهم هذيك يسمي واحد حتى جاكلين شغلهم هذاك. جاكلين كتهضر من نيتي كم سعود؟ ايه تهضر من نيتي حبيبي مسعود. نعم لله عليا وغطى راسي سيدي مسعود. الله يحفظك لله هنيه. ياك انا عزيزه عليك؟ ايه. ياك عمرني ما خسرت لك خاطر او لا خليتك محتاج لشي حاجه؟ ايه. ودابا انت والله بغيتي تطلبي لي شي حاجه ياك؟ ايوا هضر لي مع ديك الكرنيسه ديال اختك وقولها تخليني نسمي البنت. لله هنيه طلبي اللي بغيتي عينيا نعطيهم لك. هي هاد الكرنيسه ديال اختي مريم ما عرفتي هي كي دايره ودابا هذيك بنتهم وسموها هما اللي بغاو وصافي. ايه ايه هذا هو كلامك؟ ايه. راه جبتي البنك والليمون؟ عرف ها هو بسم الله. واسمع نقول لك شيك شي هو اللي بغيتي نطيب لك في الغداء. أيه. والله لا دقتيها وراني مخاصمه معك. انا والله ما نتخاصم معك والله انا نبقى نسخك بحال الكراده وان شاء الله غيتحملي وغيتولدي التواب وغيتسميهم جاكلين وفيليب بجوج. بسم الله. زين لاباس؟ لاباس. نعاونك؟ قول اش بغيتي يا مسعود. زين الله يخليك لما تبعي لي هنايا ابا تخاصم معايا. ياه شوف دابا انت حتى كتحصل عاد كتبان لك زينب. زين اختي زين زين اكينو بيتك بعدا زين ازين. ولا هنيا شربي بعدا واحد الكويز ديالك. والله ما عندي منين الفلوس مبارك من الهضره فرعتي ولي راسي ولا حال. يا لطيف ما خليتيهوش حتى نتفرج في المسلسل ويبقى الحب. طبعا انت ما بتحب تحكي. والله الا سعداتك الحجه ما يجيبي الدنيا خبر. خمسه كيتي انا اللي بغيت نموت بالفقصه والحرقه اللي ولدي مبارك ما باقي بغى يدعي فيا. لا انا الشيطان اللي هنايا هما دوك يجيو من الكنيده خالتك وخليهم شويه يفرحوا مع بنيتهم. يفرحوا مع بنتهم وانا كاع ما لقيت اللي يفرح بيا. انا حتى انت راك قلبتي عليا وجاك. صافي صافي ها هما جاو ها هما جاو جاو هي البنيه. خويا مبارك ولا ما قديتيش بها ديوها دار التربيه. واخا جدا ما تخافيش وانت الوالده الوحيده غادي نعمر عليك الدار وحده كينطوا عليك في راسك ولا شي حاجه. الله يا وليدي هذا هو النهار البارك مسعود عندي. الله يخليك ليا ويحجبك ليا ويحفظكم بجوج. امين. ياك غادي تخليوني نسمي لكم البنيه ياك عاوتاني؟ دابا الوالده هذا الموضوع كنا دوينا فيه وهذيك راه الزياده ديالنا الاولى ما كرهناش حنا اللي نسميوها بجوج. مهنية هاد الاولى خلينا حنا اللي نسميوها وكان وعدك الجايين كلهم تسميوه صافي. شد مسعود شي بسم الله على ولدي. انا ضمن عمري الجايين طول عمرك امي الله يهديك والله ينجيك. لا لا الشيطان اللي عليا ولا من بغيتي تخليني ها. شوفي حنا راه ما اتفقناش على هادشي الا ما نعيش بجوج اما نموت بجوج. ايوا هضر معاهم وقول لهم يخليوني نسمي هاد البنيه وصافي خلاص. وتنبقاو كنهضروا في هاد الموضوع هذا بزاف المرات. ويلي عطيني خوتك البنت خلينا هادشي تلقي بنت عفيف راه بنت اختي مبارك. عرفتي شنو غدير؟ انا غادي نسميها البنت وغنهني راسي عبرتي مبارك مريم اجي تشربوا عين شنب والتمر. انا بغينا نعيطوا لك نقول لك ابات البنت اجي ابات البنت مبارك وحتى انت يا جدتي فيه. هضر معاه هضر معاه. أنا اللي غادي نلقى لك الحلم. عرفتي با فرجي أنا حاير ما عرفتش اش غادي نسمي بنت أختي. كل تيلغي بالغان. الله يهديك حتى أنت العائلة هي هذيك. راه ملي تيكبر الدري ولا البنت كيبغيو يتباعوا ويقولوا لي راه انا اللي سميتك. عندك الحق ولكن ما نكذبش عليك فرجي انا ما عرفتش اش غادي ندير. كاين واحد الحل. اما هو
علاش ما تضربوش العود واللي جا فيه يسمي؟ هادي ما طاحتليش على بالي وانت فرجي ما عندي ما نتاك. الله يعطيك الصحة. برافو. علاش تستاهل عليها؟ تستاهل كل خير. الجنة ونعيمها. شوف فرجي أنا إن شاء الله غادي نمشي لدبي غادي نعيط عليك تخدم معايا في واحد المخبزة. دبي؟ دبي؟ تسنايا الجن حتى يطيب اللحم. لا فرجي تسنايا الجن طيب يد اللبن. السلام عليكم. أنا ما عرفتش هاد العائلة علاش جاهم الجهل على هالسمية. ايوا عوينتي عندها الحق خصها تسمي حيت دابا مو يعطيك غمه ان شاء الله حيت هي مو. احنا في يمنا كانت المراه ما كتهشي راسها قدام راجلها وملي كيبغي يسمي كيسمي وكتقول لهم بارك مسعود غير نتوما هاد بنات اليوم باغيين طيروا. ايوا هاد الشيء راه كان زمان جده اما حنا دابا راه بحال بحال. الله 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 ايوا ديروا الصلاغم. غنقول لك واحد الحاجه هذيك غير هنية باغية تطعن مريم وصافي. سمحي لي يا جدة أنا ما كنهضرش في عوينتي. الله يعطيك العينين ما كنهضرش في عوينتي. صافي صافي. أييه داك المحل يعطيك الرضا يعطيك الرضا بنتي. صحتك يا جدة تحلي مع راسك. أندرا مسعود لقيتي شي حل؟ لا مازال ما لقيت والو. كيفاش زعما انت مامو جد تسميه؟ عندي بزاف ديال السميات. حلاش؟ غير انا زين بهز عليا دوك السميات القدام بحال حليمه رابحه خدوج بحال هادشي. ايوا صافي اختي مريم غا جهاز سكتر قلبيه. علاش بغيت جهاز سكتر قلبيه؟ على مال هاد السميات القدام؟ ولي فات عليهم الفوت. فات عليهم الفوت؟ راه انت اللي الصلاحيه ديالك تقاد تزين. هاي 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 مسعود لا لا الا ما تقول لي واش انت ما عندك ما يدار اللي قالت كتفرق لي اللغه مع زين في الدار. لا 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 انا راه قاعد خدام معاك حتى لقيت لك الحل. ديال اش هاد الحل؟ ديال هادشي ديال السميه نفكروا في السميه ما نفكروا في السميه. ايه ايوا قول الله يسمعنا اخبار الخير. انا لا هي بان ليا غادي نديروا العود واللي جا فيه العود يسمي. ولا ما شافياش انا هاد العود وديك الساعه لاني ما غاديش يبقى فيك الحال. عنده الحق عوينتي ديري العود ولا ما جاش فيك العود عرفي راه ما عندكش الزهر. اسمع نقول لكم ما كاين لا عود ولا قصبه. انا هذيك البنت انا اللي غادي نسميها وفي الطينه والله انت جمعي قلعك وعمري ريحه البراد ديالها تاي. في الحقيقه انا لهنيه افتاح لي فرجي هاد الري ولكن قلت لي انا لهنيه راه ما غادي تقبلش حيت راك انت مدلي عليا انا ودنيك لودي سير وجهتي. انتي قال لهنيه الحق هذاك فرجي خصك يدوز عندو للمخبز ياك وتسمع خلي ودنيه حيت بالي فيه الفضول بزاف. كون عرفت هاد السميه غدير لينا سكنه في هاد الدار كون سميت بنتي في الكلينيك. وعلاش يا حبيبه؟ هاديك راه بنتنا وحنا حرين فيها نسميوها كيف ما بغينا. امي ديك الساعه تولد ولا بغات تسمي تسمي. والله كون كنت انا منهم تكون قتلتها وتحت منها. ويلي شكون هذا جده؟ المشوخه ديال المراه. والله مسكينه اش دارت لك؟ ويلي جابت ولد شماتو في الراجل الاخر. جده علاه ما كدوي؟ على هذا الولد هذا المسلسل؟ الراجل الله يعمرها دار والمراه يا لطيف يا لطيف يا لطيف. جده طيرتها مني خلع. السلام عليكم. عليكم السلام. مبارك هناك الله مجيت البنيه. صافي قررتوا باش تسميها مريم؟ لقيت واحد الحل اللي كلشي غادي يبقى على خاطره. بحالاش؟ كون سمع غادي نسميها واحد الاسم مركب. هذا مركب سمية؟ لا 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 فهمت واش بغى يقول. معلم مركب هي فيه جوج تسميات. اييه مريم هي تسمي سمية وهنية سمية وكله يبقى على خاطره. ما فهمت والو. لا بحال دابا واحد السيد صاحبي ولدت ليه المرأة وهو سما محمد وهي سمات أمين وجمعها ودارو محمد امين. ويا مولاي الدهلول هذه راه بنت غادي نسميوها محمد امين. مبارك تختار بالله نفس جدك. دابا جده حتى انا بنت نقدروا نديروا اسم مركب بحال نور الهدى ولا نور الحياه بحال حاده وعكي. حاده وعكي الراجل هذاك محاول حسين. داك هو هذا. ايوا اش هالتخربيق بنتي انا اللي غنسميها ما كاين لا مجمع لا مركب. وهي تطلب فيها المساعدة. يا مسعود القرية شي حل اخر. بل تبعني؟ لاش؟ باش نفكر لك في الحل.
لكن قبول فلان أن عليك نقلة من الأحسان الأحسن كل شيء. كيف غادي بيها مسعود؟ سكت تبعني وسكت. زيد برك راه 100 درهم جلاش باش نفكر. واش أنا بغيتي نفكر وأنا مزلوط هاك أخويا؟ يلا فكر أخويا. مبارك عيط عطيني ديك القميجة القهوية ياك. هذيك القميجة مضيقة عليك مسعود. ماشي شغلك غادي نزيد فيها. اش كدير؟ تنفكر. صافي لقيتها. هيا تدور مع أمك هنيا باش نسافروا أنا وياها وما غادي نرجعوا حتى لقاوك سميتي البنت. عرفتي ما يجيك مليح ما ترجعوا كاع حتى لتقي بلودنين. لا واه غادي نقعدوا حتى تجوج البنت. مبارك واش القميجة القهوية ضمنات؟ صافي جاتك. شكرا سي مبارك. والله في الحقيقة عجبني التريكو تاع هو. بزاف كاع عيقتي. مبارك أنا شوف القميجة بركة ما باقي بغيتش التريكو. هانا لالا عقلي على اللي كيسر بيك. أنا راه غادي نضحي على قبلك ونضامن مع باباك وماماك باش نختاروا لك نفس السمية. يلا قولي بسم الله. غادي نتهلا فيك مزيان غادي نردك مغنية. كيشتي بنيتي دابا في هذا الوقت راه هنا هو اللي واكل. هو اللي كيجيب فلوس خاصة لك عن الشعبي. ما انت دابا باقي راسك خفيف وخاوي دغيا غتحفظي النوطات وتحفظي المقامات. انت سمعي سمعي خالتك زينب تغني لك. دور بها يا شيباني ودور بها دور بها تخدم عليك وعليها هنا والهي هنا حسن من الهي طالع العقبة النار شعلة فيه. يا تبارك الله والله الا عبرتي يا ولالا النار هي اللي خليتي قادية على ديك الكوكوت مشات ما تحرق. وحطي البنت ولا نزليها لما ونزلي قبلي شغلك. صافي عاونتي سمحي لي غير تكمل رضعتها ونحطها ونهبط. ايوا هو الاول مزيان تبارك الله على النار شاعله فيه. شتي على هاد الحالة عمر بحالي انا ما يطلع قران. دور بيها يا شيباني ودور بيها دور بيها تخدم عليك وعليها. ايوا اخويا مسعود الله يخلي لي راه لقينا الحل. وراه مسعود هذا واجرك على الله. اش من حل هذا وانا ما كايناش. انا بعدا الا كانت قضيه العود انا ما قبلاش. عرفتي هاد الهضره؟ لا الوالده هذه راه فكره جهنميه. استغفر الله العظيم اي شمي وجهنمه. علاش من جهنمه جدتي؟ لا راه الفكره. لا جدتي زعما واعره خامجه الفكره. ايوا نسمعوا ثاني هذه الفكره. البنت غادي نسميها على سميت جدتها. ايوا بعدا حتى على سميتي وعلى سميتي احب ولدت. لا لا جدتي واش نسميوها ام كلثوم؟ لا خليه يكمل. لا غادي نسميوها على سميت ام لهنيه. ايوا هكا مزيان معني ما تسالكم في الحقيقه امي عزيزه وسميتها عزيزه. فكرني بعدا بهذ السميه. سميتها صفيه. صفيه صافيه صفيه قالك صافيه. ايوا صافي ايوا لا هي كي صفيه كي صافيه الله يجيب لها الصحه والسلامه راه بيناتهم غير الفون. والحق بعدي ما تسال كاع ملي فكرتي في هذا الحل. الله يعطيك الصحه. حقيقه حتى صفيه سميه زوينه يا كنبار. سميه غزاله. تبارك الله على خويا مسعود اللي لقينا هذا الحل. ودابا تستاهل القميجه القهويه ومتسالا حتى داك التريكو الصفر ياك. صافي ورا بغيتي صبط قهوه. ها امي جات. اهلا الوالده. مرحبا. لاباس 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 السلام عليكم. دايرة بنتي لاباس؟ لاباس لقيتي شويه؟ الحمد لله الحمد لله. حاجه لاباس بخير كي دايرين؟ الحمد لله. جبتينا عاد حلينا شي مشكله. ياك بنتي كان شي مشكل؟ يا بنتي الله يحفظنا من المشاكل. ما كان حتى شي مشكله حنايا هذه قضيه السميه الحمد لله لقينا لها الحل. اييه واش عقبتوا سميتوها؟ لا غير الوالده كي شتي لا هي بغات تسمي على سميت امها ومريم بغات تسمي على سميت جدها. وام سعود ولدك الله يخلي لك راه لقينا الحل وسميناها صفيه على سميت امي لالا. انا اللي غادي نسميها. شنو؟ الا ما سميتها ما هي بنتي انا امها.